وهي أم العواجز عايش إجابة من الكابينات. أسمع بك الخبر ويبقى لي معتبر بالذات الساعة ساعة مرور يا ولا وفيها الكشف بالحجوزات. الساعة ساعة حضور يا بدوي يا شيخ يا أبا الفتيان يا فتوى يا بدر. الساعة ساعة مرور والله يا سيد الحق علي يا بنور الدنيا بعيون. الكشف بالحجوزات واللي دخل على المشرحة يا سيد إبراهيم بيشرح زين العابدين بأمر من السهل. الصرف من الزات إلى الزات إلى الزات. أسدت دين النظر دنا 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 حدا أبو رمضان شفيلي كشف عالي يا النظيرة اصرفيلي صرفي من الزات دخليني في دايرة كوكبة يا منسبة يا محسبة انت الممسبة من الزات يا محضراني بك تتحضر يا بنت الزهرة والإمام علي يا سبات يا مشغلاني بعمي سيد إبراهيم والحضرة لها بيانات. السلك عالي قوي خد بالك من اللمسات. قال لي في دايرتك يا ستنا السيدة زينب كل الأنبياء والصحابة والأولياء أخذوا الدرجات ياللي انت لك باب باسمك يا ام زينب داخل الجنات. من يقدر يعاد بنت اللي لينا سبات يا نور من الحجرة النبوية يا طهرة يا ست السيدة زينب. والله يا عم محمد احنا مبروحين بالزيت وما تخرجش من الزيت يا ابو زياد عشان الكل مجروح بالزيت.
ياك بس على شرط لو شفتها يا ابن ابويا ابو رمضان ما تبوحش ده بالرؤيا من ده اللي جت تلاقيها حفرة في الحضرة حضرة في الحضرة الست حضرة متحضرة وعدلة يا روحي للرجال دلة ساد وكل واحد في درجه بياخد الدرجة
Thank you.
سمسم.